نرجع بقى تاني لموضوعنا، ايه خلاصه الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت؟ احنا عايزين ايه من الشغلانه اللي احنا بنعملها دي؟ عاوزين الكلام اشوف داله تقول ايوه دي داله مش متصله، دي متصله بقول التفاضل، دي تحليليه، دي انفاير، دي ريجولر، ها تعرف نوع الداله عشان ايه؟ لما تجي لك مساله تكامل مش هتقعد تصنف الداله الاول وبعدين تكامل، لان طريقه التكامل تعتمد على نوع الداله، مجرد ما تشوفها على طول تعرف ان الداله دي كذا. اطبق عليها الطريقه الخاصه بالنوع ده من الدواء واخلص المساله بتاعتي، ما احلش مسالتين في مساله واحده، وجايز انا بحل المساله بتاع هي متصله ولا لا، هي قاعده تفاضل ولا لا، او مغلط غلطه تكون مضيعه لي المساله وضيعه لي وقت في الامتحان. طيب علشان نعمل الحكايه دي ما نكونش بنتكلم في الفراغ يعني، نقول ايه؟ نقول الاتي، لو حبينا نصنف الدواء بسرعه ونعمل مراجعه سريعه للمحاضره بتاع المره اللي فاتت، نقول الاتي: دوال فيها دوال غير متصل. نشوف كده العينه اللي خدناها شكلها ايه؟ discontinuous functions. خدنا من واحد الداله زد كونجيجيت على زد، اف اوف زد بيساوي زد كونجيجيت على زد، اف اوف زد بيساوي صاين زد على زد، ودوال كتير غيرها مش متصلة، والدوال دي مش متصلة عند زد بيساوي زيرو. الدالة دي مش متصلة لعدم وجود الليمت، والدالة دي مش متصلة لعدم التعريف. لما اعوض اديني زيرو على زيرو دي بنعرفش، ما اقولش انا هجيب الليمت وهعوض واعمل، لا هي دلوقتي كده لما اديها بالشكل ده تبقى دالة مش متصلة. انا هعيد التعريف، هقول لك داله تحليليه ماشي بعد ما فات التعريف زي ما نشوف دلوقتي. يبقى ليه دوال غير متصل، وده بالنسبه لنا افضل انواع الدوال في الكورس بتاعنا، دوال سيئه ما تمشي تتعامل معاها. طيب اللي يعني ايه نص ونص ونعرف نتعامل معاها؟ الدوال المتصل زي ايه؟ continuous function. زي الداله اف اوف زد بنسمي زد كونجيجيت، ده اللي متصل، واسألك متصل ليه؟ هقول لك دلوقتي. وإف أوف زد بيساوي ساين زد على زد لما زد ما تساويش زيرو، بيساوي واحد لما زد بيساوي زيرو. الدالة دي طالعة متصل، اللي هي فوق مش متصل. هنا عمل إيه؟ جاب الليمت وعرف الدالة عند نقطة الأصل إنها بتساوي واحد اللي هي فين الليمت، وبالتالي طبع شرط الانفصال. الدالة معرفة عند الزيرو، الليمت بيساوي واحد، الاتنين بيساوي بعض، الدالة ايه؟ متصل. ودي اعلى من كده كمان زي ما هنشوف دلوقتي. طيب بصرف النظر عن الدالة اللي زي كده، لو اداني زي الدالة زي الدالة زي الكونجيجيت او اشباهها، وقال الدالة دي متصل او لا، اقول له ايه؟ انا عارف الكلام بتاع زمان ان الدوال اللي درستها البولينوميالز كلها دوال متصل، اكس واكس تربيع واكس تقريب واكس اس ان، كل دول دوال متصل متصل. واي سالب في اي واحده منهم بضمها على داله ثانيه يبقى متصل، ولو عندي اي بولينوميال ها متصل، وي اس اكس متصل، وداله ساين متصل، والكوساين متصل، تمام. طب لو انا لقيت داله زي دي، لقيتها زي كونجيجيت، اطلع اليو والفي تروح، فلاقي اليو بتساوي اكس والفي بتساوي ناقص واي، بولينوميالز تبقى على طول، طالما البولينوميالز متصلين يبقى اليو والفي متصلين، تبقى الداله متصله. بس كده؟ اه بس كده. ده انا عملت الاتصال دلوقتي بتاع الريال فانكشنز دلوقتي درسناها زمان. لو لقيت داله فيها ساين وكوساين واي اس اكس وما اعرفش ايه وفيها اي طبعا، طب الداله دي متصله ولا لا؟ متصله لان فيها الكلام ده. لكن واحد على اكس داله متصله؟ لا. لا عندنا نقطه اصل فيها مشكله. طب التاني اكس داله متصله؟ لا، لان فيها مشاكل عند باي على 2 وسالب باي على 2 والقصه دي. يعني اللي انا عرفته زمان بستعين بيه دلوقتي عشان ما اكترش الشغل على نفسي، الدوال الحقيقه احنا عارفين فيها ايه بالظبط، فبستخدم خواصها وكل الحكايه دي عندي يو في، ابص في اليو فيها دوال متصله كلها، اه خلاص مش هتكلمش تبقى الداله دي متصله وعدي، والفي نفس الكلام. مش هيطلب منك اثبات الاتصال ولا حاجه، بس تعرف ان الداله زي الداله متصله والداله دي مثلا. طب كان في عندنا دوال ديفرنشبل فانكشن، دوال قابل للتفاضل، وقابل للتفاضل ممكن يبقى عنده نقطه أو مجموعة من النقط أو على المستوى كله. يعني في دالة قبل التفاضل عند نقطة واحدة، ضغط في مدى الدوال وهنعرفه وهنطلع الدوال قبل التفاضل عند نقطة واحدة.
وعلى مجموعه من النقط وارد موجود عندنا وعلى المستوى كله وعلى المستوى كله. خد بالك كل ما الداله القابله للتفاضل على عدد اكبر من النقط كل ما كانت احسن افضل بالنسبه لنا لها فايده عندنا. فالدلاله دي يعني خلاص معلومه منها لكن دي تنفع في بعض الاحيان. لكن الدلاله اللي فيها الثلاثه ديت للديفرنشال فانكشن الدلاله القابله للتفاضل بتهمنا. احنا خدنا المره اللي فاتت الداله زد تربيع قبل التفاضل في كل مكان يعني اف اوف زد يساوي زد تربيع الداله قبل التفاضل في كل مكان. وكنا خدنا الداله اف اوف زد يساوي زد كونجوجيت قلنا قبل التفاضل فين؟ ما قلناش. طيب خلاص هناخد اف اوف زد يساوي زد كونجوجيت على زد. ده اصلا كانت داله ايه؟ مش متصله. يبقى اكيد مش قابله للتفاضل. لكن اللي احنا خدناه اللي احنا خدناه قابل للتفاضل الداله اف اوف زد بيساوي زد تربيع. وعلى فكره بقى زد تربيع كل البولينوميالز دواله قابله للتفاضل. ها؟ والساين والكوساين وكده والكلام ده هنعرفه بعد شويه. يبقى في دوال اخرى دواله قابله للتفاضل. وزي ما قلنا ممكن تكون التفاضل عند نقطه وعند عدد من النقط، دي قابله للتفاضل فين؟ على كل المستوى المركب، وتفاضلها كام؟ 2 زد زي ما شفنا في المحاضره اللي فاتت لما كنا بنشتغل من الليمت، تمام؟ طيب في نوع من الدوال اسمه ريجولار فانكشن. الداله ريجولار عكس سنجولار، سنجولار داله منفرده. داله لها مشاكل. لكن الريجولار داله طبيعيه، داله عاديه، ها؟ الريجولار فانكشن في شرطين لازم تحققهم. طيب انا معرفها ريجولار فين؟ على منطقه، يبقى ريجولار فانكشن على منطقه. الداله الريجولار لو سنجل فاليو على المنطقه دي وقابله للتفاضل على المنطقه دي تبقى داله ريجولار. لو شرط من الاثنين دول راح تبقى الداله مش ايه؟ مش ريجولار. شوف كده الريجولار فانكشن ركز اون دي يعني تتعرف على منطقه دي. الشرطين اول شرط تبقى سنجل فاليو اون دي على دي تبقى سنجل فاليو ملهاش بنتين ولا ثلاثه ولا اكتر واحده بس. الشرط الثاني ديفرنشال اون دي هتدينا امثله الداله اف اوف زد يساوي زد تربيع تقابل التفاضل فين؟ على كل المستوى المركب على الكل تمام. طب لما اقول لك و مقياس زد اقل من واحد يبقى انا عرفت لك الداله دي فين؟ على القرص اللي مركزه في الاصل ونص قطره ايه؟ واحد وعلى المنطقه الداخليه بس يعني اللي اديتها لك ولا اللي بره اديته لك يعني اقصد انها هتبقى المنطقه دي بتاعتنا هي المنطقه دي. طب الداله دي سنجل فاليو على المنطقه دي لو خدت اي زد وعوضتها يطلع لي قيمه واحده. طب هل هي قابله للتفاضل على المنطقه دي؟ لو اتكلمنا على المنطقه دي هي قابله للتفاضل عليها لانها قابله للتفاضل على المستوى المركب كله. طيب هي بره المنطقه دي ليها دعوه بيها؟ ولا اعرف عنها حاجه. الراجل قال لي هي على القرص بسبب التربيع. بره القرص مالكش دعوه بيها، ما اعرفش عنها حاجه. يعني الداله دي غير دي؟ غير. لما ما يحطوليش حاجه كده يبقى يقصد بكل زد. لكن لما يحط لي حاجه كده يبقى هو يقصد المنطقه دي بس. ما يعرفش غير المنطقه دي اللي هي دي. فتبقى الداله دي ريجولار؟ ريجولار. هي سنجل فاليو وهي قابله للتفاضل على المنطقه. خلاص. طب لو شال الشرط تبقى داله قابله للتفاضل على المستوى المركب كله. طب لها اسم؟ الاسم اللي جاي. الاناليتيك فانكشن. عشان نخلص هنسمي النوع الاخير او اللي هنتعامل معاه الانتاير فانكشنز. الدوال الانتاير دي افضل انواع الدوال. هي دي من امثلتها بقى اف اوف زد بيساوي زد تربيع. داله قابله للتفاضل على كل المستوى المركب. دي خدناها. ايه كمان زيها؟ واف اوف زد بيساوي ساين زد. واف اوف زد
يساوي كوساين زد، والدوال دي كلها انتاير فانكشن ده تفاضل على كل المستوى المركب. طيب اذا كانت الداله الريجولار تبقى على منطقه، طب الاناليتيك فانكشن تبقى على منطقه بس؟ لا، عند نقطه. انت زد نقطه عند نقطه معينه، اما الانتاير بتبقى على مستوى المركب كله. طيب الداله دي تعريفها ايه؟ اف اوف زد از اناليتيك ات زد نوت اف شرط. اف اوف زد از ديفرنشبل اون مقياس زد مع زد نوت اقل من دلتا فور سم دلتا، لدلتا ما تكبر شويه تصغر شويه ما تفرقش معايا. ايه بقى معنى الكلام ده؟ ان الداله الاناليتيك عند نقطه هي الداله القابلة للتفاضل، ها، في جوار للنقطه دي. يعني عند النقطه لوحدها لا، ما ينفعش، ما تبقاش تحليليه وهي قابله للتفاضل عند نقطه واحده. امال ايه شرطها؟ وشويه نقط حواليها. لو عند النقطه وشويه نقط اللي حواليها يبقى داله تحليليه عند النقطه دي. لو هي مش قابله للتفاضل عند النقطه او ما فيش جوار داله قابله للتفاضل عندها يبقى الداله مش تحليليه. ايه امثلتها؟ الداله اللي هي كمان هي مش كل النقط اللي في المناطق في المنطقه دي الداله قابله للتفاضل عندها زد تربيع، وكل نقطه طالما كلهم نقط داخليه ما خدتش المحيط بتاعي يبقى كل نقطه لها جوار، والداله التحليليه عليه، تبقى الداله دي من امثله الدوال الاناليتيك. يبقى يا ريجولار في نفس الوقت واناليتيك في نفس الوقت. طب هي ليه مش انتاير؟ لان باقي المستوى المركب ما اعرفش عنه حاجه. لو شلت دي تبقى هي داله ريجولار على كل مستوى مركب واناليتيك على كل مستوى مركب. ده الاناليتيك على كل مستوى مركب بسميها انتاير، ما هي انتاير كمان، تمام. يبقى اذا كل داله انتاير هي اناليتيك. طب كل داله اناليتيك هي ريجولار؟ ايوه ولا لا؟ لا، لان ممكن تبقى اناليتيك ومالتي فاليو. اناليتيك ومالتي فاليو. يبقى اذا الاناليتيك فانكشنز ممكن تبقى سنجل فاليو ومالتي فاليو. السنجل فاليو نسميها ايه؟ ريجولار. والمالتي فاليو تبقى اناليتيك وخلاص. وقفنا لحد هنا. طيب الدوال الكونتينوس كلها قابله للتفاضل؟ قابله؟ قابله؟ كل الدوال المتصله قابله للتفاضل؟ مقياس اكس قابله للتفاضل؟ لا لا، فين؟ ده لما مقياس اكس اكس اكبر من او يساوي ناقص واحد واقل من او يساوي واحد، الداله دي نشيل دي علشان ما نكتبش، اكبر من ناقص واحد واقل من واحد، الداله دي قابله للتفاضل ولا لا؟ لو رايح خلاص فاصل، ولو لا مش قابله للتفاضل فين؟ عند الزيرو. تمام، الداله دي متصله، برسمها سبعه، ها، من غير ما اشيل سن القلم. طب فين مشكلتي عند نقطه الاصل؟ هي نقطه الاصل تبع الفرع ده اللي الميل بتاعه بيساوي واحد، ولا تبع الفرع الثاني اللي الميل بتاعه بيساوي كام؟ سالب واحد. يبقى عند نقطه الاصل بقى عندي مشكلتين، لو اعتبرتها تبع الجماعه دول يبقى الميل بتاعها بيساوي واحد. طب لو دول لا ما بيساويش واحد. طب مش بس كده، هو التفاضل ده مش بين المماس. طيب كويس، السبعه دي المماس عندها هو ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا اي واحد فيهم؟ كلهم مماسات، بيمسوا المنحنى عند النقطه، وكلهم مماسات وكلهم ميولهم مختلفه. يعني اذا الفكره مش حتى اعتبر ان نقطه الزيرو ميلها واحد وناقص واحد بس، لا ده حتى ميلها مش معرف، معرفش هو كام، لانه الخط المستقيم اللي يمس المنحنى عند النقطه دي كتير من منهم. اذا الداله دي غير قابله للتفاضل، عشان غير قابله للتفاضل عند نقطه مين؟ الاصل بس، يبقى ده غير قابله للتفاضل متصل او متصل. يبقى اذا الدوال المتصله ممكن تكون قابله للتفاضل وممكن لا، تمام؟ لكن العكس لو هي قابله للتفاضل تبقى لازم متصل، مش كده؟ خدت انت القاعده دي. الكلام ده كلام قديم ويعني يمشي معانا في الكومبلكس، وزي ما قلنا نقدر نصنف الدوال، دوال مش متصله، دوال متصله، دوال قابله للتفاضل.
دوال ريجولار، دوال تحليليه، دوال انتاير. وهنبدا بقى نخرج من حكايه زيت تربيع اللي مكتفانا دي. احنا كل ما نجيب مثال نجيب زيت تربيع ليه؟ عشان درسناها وفكناها وعرفنا عنها شويه يعني. طب لو في دوال ثانيه اتصرف فيها ازاي؟ عشان اقابل التفاضل ولا لا؟ ازاي يعني؟ اه انا عرفت التفاضل المره اللي فاتت، جبت الليمت. لو الليمت موجوده تبقى الداله قابلة للتفاضل، والتفاضل بيساوي الليمت. طب ولو مش قابل، لو الليمت مش موجوده تبقى مش قابلة للتفاضل. بس احنا ما درسناش ليمت، وقلنا الليمت دي صعبه. عاوزين طريقه ثانيه نعرف بيها الداله قابلة للتفاضل ولا لا. ده بقى موضوع النهارده. هنخرج خالص من موضوع الليمت ونبدا نشوف ازاي نعمل تيست على الداله هي قابله للتفاضل ولا لا، ونجيب تفاضلها بدون استخدام مين؟ الليمت. يبقى هو لو قال لك شوف لي الداله دي قابله للتفاضل ولا لا باستخدام الليمت، يبقى كده كتفها، لا تستخدم الليمت. لو سابك اوعى تروح هناك. طب اللي احنا هنقول لك ايه النهارده؟ اتفقنا؟ يبقى دي طريقه ثانيه عشان اشوف الداله قابله للتفاضل ولا لا بدون استخدام الليمت. تمام؟ شوف بقى هنعمل. هنتكلم عن شروط كوشي ليم من اهم المعادلات في الكومبلكس اناليسيس. ليه؟ عشان بتعمل لنا اللعبه دي بتاعت ان انا اشوف الداله قبل التفاضل ولا لا عند نقطه او على منطقه. طب على منطقه يعني ايه؟ هي بتدرس عند نقطه الحقيقه. بس بقول لك لو الداله قبل التفاضل عند كل النقط اللي في المنطقه دي تبقى قبل الداله قبل التفاضل على المنطقه. ماشي حال؟ جميل. يبقى ندرس عند نقطه وبعدين عمو على المنطقه بعدها. النظرية بتقول الآتي: f of z is differential at z f and only f، يعني شرط ضروري وكافي. لو هي قبل التفاضل يبقى اللي هقوله ده صح، واللي هقوله ده متحقق يبقى الدالة قبل التفاضل. ودي اللي احنا بنستخدمها عندنا. شرطين: الشرط الأول f of z بيساوي ايه؟ u زائد اي في، ده جزء حقيقي داله في اكس وواي، جزء حقيقي داله في اكس وواي. وعند النقطه زد دي عباره عن اكس زائد اي واي، هي النقطه دي عباره عن اكس زائد اي واي، نقطه في المستوى المركب وداله عباره عن داله مركبه متغير واحد، بتبقى عباره عن دالتين حقيقيتين متغيرين زي ما قلنا. الشرط الاول انه يو في differential at z، الدالة دي قبل التفاضل عند z. يعني ايه؟ يعني اليو والفي دول المتصل، واليو اكس واليو واي والفي اكس والفي واي دول المتصل. خليك معايا يا باشمهندس، دول المتصل يعني معنى كده المشتقات الجزئية من الرتبة الأولى موجودة ومتصل. جميل، تبقى الداله الدوله دي قبل التفاضل، ده اول شرط. وبنقع فيه كتير قوي لان بننساه في المساله وبيعمل لنا مشكله في الحل. طيب الشرط الثاني انه الدوال يو في حاول معادلات يو اكس بتساوي الفي واي، واليو واي بتساوي سالب في اكس ات زد، عند النقطه زد اللي بدرس عندها. الشرطين دول لازم يكونوا متحققين. الشرطين دول اللي احنا بنسميهم كوشي ريمان كونديشنز او ايكويشن. المعادلتين دول في الحاله دي اف داش اوف زد هتساوي يو اكس زد اي في اكس في اكس، يبقى بالشكل ده. او من المعادلتين اللي فوق بيساوي، هي اليو اكس بتساوي ايه؟ في واي، يبقى بتساوي في واي. طيب والفي اكس بيساوي ايه؟ سالب يو واي، سالب يو اكس بيساوي يو واي، زائد اليو اكس الفي اكس بيساوي سالب اي يو واي. شوف يا ده جميل، يعني المشتقه اجيبها كده، يعني مش هجيبها بالليمت، هجيبها من اللي انا اشتغلته على طول. يجيبها دي يجيبها دي، والشرطين دول لازم يتحاولوا هما شروط كوشي ريمان. النظريه دي لها اثباتين، اثبات في الشغل النسيسري او الجزء النسيسري اللي هو الاتجاه رايح، ولها اثبات في اتجاه جاي. يعني لو الداله قبل التفاضل يبقى ده لازم يتحقق، ولو ده اتحقق تبقى الداله قبل التفاضل. ده ليه اثبات وده ليه اثبات. انا هنبدا الجزء السهل.
ان لو اداله قبل التفاضل ده يتحقق. طب ولا احنا عاوزين نشتغل بيه ده، احنا عاوزين نشوف الداله قبل التفاضل ولا لا؟ يبقى لازم نعمل الشغل ده ونشوف بقى لو حقق يبقى الداله قبل التفاضل. مش هنثبته ليه؟ لان اثباته صعب اعلى من مستوانا شويه، فهنسيبه مش هنثبته، لكن موجود في الكتب يعني، موجود في الدوري لكن موجود في الكتب الثانيه. وهنثبت الجزء الايه اللي في الاول بس، هو الجزء الخاص بالشروط الضروريه علشان الكلام ده يحصل. بنعمل ايه؟ الاثبات مهم ومطلوب. بيقول ايه الاثبات؟ هفترض ان الاف داش موجوده عند نقطه زد، يعني الداله قبل التفاضل عند نقطه زد، واطلع من الفرضيه دي بايه؟ بان الشروط دي بتتحقق. ده اللي انا عامله. يبقى اول حاجه ليه اف داش زد اكزيست موجود. لو الاف داش موجوده معناها ان الليميت موجوده، والليميت دي سوى الاف داش، ده كلام من المحاضره اللي فاتت. لو الليميت موجوده يبقى الداله قبل التفاضل والاف داش بيساوي الليميت، صح؟ شباب ها؟ لا ترد عليا، صح ولا بطال؟ ها؟ الاف داش بيساوي ايه؟ بيساوي الليميت. لو الليميت موجوده يبقى الاف داش موجوده، ولو لا يبقى لا، صح؟ ماشي؟ تمام كده. من هنا اطلع بيه ان اف داش اوف زد بيساوي ليميت، ركز معايا، اف اوف زد زائد دلتا زد ناقص اف اوف زد على دلتا زد، لما دلتا زد تقول لي زيرو. مش ده اللي بتاع المره اللي فاتت؟ هي دي. لو الليمت موجوده يبقى الداله قبل التفاضل، ولو الداله قبل التفاضل يبقى الليمت موجوده والداله التفاضل بيساويها. ده اللي قلناه المره اللي فاتت الكلمتين دول. هتعمل بقى ايه؟ عاوز احول الشغل بتاعي للشغل الحقيقي اللي انا شاطر فيه، اللي انا عارفه كويس، يو وفي واكس وواي الدنيا تمشي. أنا طيب الأول هي النقطة زد دي هي نقطة لها كم إحداث؟ اثنين إكس وواي اللي أنا عارفهم مستهلين. طب الدلتا زد هتبقى دلتا إكس زائد أي دلتا واي، يعني الزد المفروض تساوي إكس زائد أي واي، والدلتا زد بيساوي دلتا إكس زائد أي دلتا واي، هما كده. فلما أجمعهم على بعض يبقى الجزء الريال بتاعهم إيه؟ إكس زائد دلتا إكس، والجزء الإيماجيني واي زائد دلتا واي، وهكذا. يبقى كده بيقول لي ان الليمت دي موجوده. ليمت لايه؟ اف اوف اكس زائد دلتا اكس و واي زائد دلتا واي. لو شلت زد زائد دلتا زد عملتهم كده. ناقص اف اوف اكس وواي. ما هي زد بيساوي اكس زائد اي واي او اكس وواي. على دلتا زد اللي هي عباره عن ايه؟ دلتا اكس زائد اي دلتا واي. طب دلتا زد تقول لي الزيرو اكتب هنا ايه؟ دلتا اكس تقول لي الزيرو ودلتا واي؟ برافو جميل قوي. دلتا اكس بتقول لي الزيرو ودلتا واي بتقول لي الزيرو، انا كده كويس. طب ما انت ما رجعتناش للريال في حاجه يعني. لا ارجع بقى لما اشيل الاف ده احط مكانها ايه؟ يو زائد اي في، وهنا برضه يو زائد اي في، بس هنا الارجمنت بتاعتها وهنا الارجمنت الموجوده من الناحيه الثانيه. يعني الكلام ده يساوي ليميت لما دلتا اكس تقول للزيرو ودلتا واي تقول للزيرو. ليه؟ ما تيجي كده في خطوه واحده ناخد الجزء الريال في الباست لوحده والجزء الايماجن لوحده ونسيب المقام زي ما هو. يعني نكتب هنا دلتا اكس زائد اي دلتا واي زي ما هي ما فيهاش حاجه. طب الباست اخدوا الريال بارت من هنا والريال بارت من هنا واطرحهم من بعض، والايماجن بعمله في خطوه ثانيه. يبقى عندي يو اوف اكس زائد دلتا اكس وواي زائد دلتا واي ناقص يو اوف اكس وواي. يبقى انا خدت الجزء الريال من الحاجتين اللي موجودين في الوسط بس حطيتهم مع بعض طلع زائد الاي اطلعها بره وليمت برضه لما دلتا اكس تقول لي زيرو ودلتا واي تقول لي زيرو. لايه؟ الجزء بقى الايماجن لو هيبقى الفي نفس الكلام الموجود. يبقى الفي اوف اكس زائد دلتا اكس وواي زائد دلتا واي ناقص في اوف اكس وواي على دلتا اكس زائد اي دلتا واي. انا تلاحظ انا عمال ارص
انا ما عملتش حاجه غير عاديه. انا عارف كويس قوي ان ده الليمت اللي هو تعريف التفاضل، وان الكلام ده اجيبه من هناك كده، وان الاف ها يوزر الاي في دي ناقص دي سطفتهم بس للريال مع بعض والريال مع بعض مش حل. جميل. كل ده بيقول ايه؟ ان الليمت موجود. يعني لو جيت عند النقطة زد اللي هي نقطة اختيارية اللي هي اي نقطة في المستوى ومشيت على طريقين مختلفين وطلعت اتنين ليمت، يبقى الاتنين ليمت يساوي بعض ولا لا؟ لان الليمت موجودة. واحنا هندرس الليمت عشان الحتة دي بس. إن لو الليمت موجودة ورحت للنقطة على طريق واحد وطريق اتنين ايا كانوا لازم القيمتين يطلعوا بيساوي بعض. طب لو القيمتين بيساوي بعض هطلع بايه بالمعادلتين دول؟ وده النظريه انتهت. طب ايه الطريقين بقى اللي هينفعوني قوي؟ لو مشيت كده وسميت الطريق ده واحد، ومشيت راسي وسميت الطريق ده اثنين، وامشي من على واحد وعلى اثنين يطلع لي اثنين ليمت شكلهم مختلف بس لازم يساووا بعض عشان تبقى الليمت موجوده. لما سواهم بعض يديني المعادلتين دول. تعال نشوف بقى. لو مشينا على واحد دلتا واي يساوي زيرو، وبالتالي الاف داش اوف زد من على الطريق ده اجي هنا واعور عن دلتا واي بكام؟ بزيرو، يبقى بيساوي ليميت لي دلتا اكس بتقول لي زيرو لان دلتا واي بقى خلاص بيساوي زيرو. انسى بقى التانيه، يبقى عندي ايه؟ يو اوف اكس زائد دلتا اكس وواي دلتا واي خلاص بقت بزيرو ناقص يو اوف اكس 1 على دلتا اكس. ده الترم الاولاني اللي هناك بعد وضع دلتا واي بزيرو زائد ار في ليميت برضه لما دلتا اكس بتقول لي زيرو. ليه؟ نفس الكلام اللي هناك بس مع الفي. خد بالك الاي اللي بره ما تنسيش مهم. يبقى عندي في اوف اكس زائد دلتا اكس y ناقص b اوف x و y على دلتا x. واسالك بقى من السيفرال فاريبلز الكلام ده بيساوي دلتا x، يبقى f داش اوف z بيساوي ده بيساوي يو x. يو x زي ما خدناها في السيفرال فاريبلز يبقى يو x زائد i v x. صح يا شباب؟ اهي ان اف ده بيساوي اكس زائد اي دي اكس. يبقى ثبت الحته دي الاول دي بيرفكت. ودي ليميت طالعه منين؟ من خط او من اتجاه واحد اللي انا ماشي موازي لمحور اكس. طب لو جيت على اتنين بقى انا عندي هنا دلتا اكس هتساوي زيرو ركز. يبقى الاف داش او زد هتساوي ليميت لما دلتا واي تقول الزيرو دلتا اكس خلاص لي يو ال اوف حط هنا ايه؟ اكس واي وواي وواي زائد دلتا واي كل متغير في مكان تمام؟ يبقى اكس وواي زائد دلتا واي ناقص يو اوف اكس وواي على دلتا واي. لا اي دلتا واي ما تنساهاش. اي دلتا واي لو الاكس دلتا اكس زيرو بقى عندي هنا اي دلتا واي لان دي اللي هتنفعنا في الاثبات. لو نسيتها الاثبات ما يطلعش مش حل. يبقى على اي دلتا واي زائد ليميت انا نسيت مين؟ الاي لما دلتا واي تقول زيرو لي عشان عايزين نتغلب v of x y زائد دلتا y ناقص v of x و y على i دلتا y. الكلام ده هيساوي الاول الاي دي روح مع الاي دي بس
والاي اللي في المقام دي اضرب اي في بصر المقام يبقى لي ايه؟ سالب واحد. هنصرف فيها دلوقتي. لكن يا ترى ده ايه؟ يو 1 مقسوم على يبقى ناقص اي يو 1 فهنا ناقص اي يو 1 بعد ما اضرب اي في البصر المقام زائد بس شكرا. طيب هو ده هو الجزء الثاني بتاع الاف داش بي واي اهي ناقص اي واي كده اثبت الاف داش. طالما الليمت موجوده يبقى الليمت الناجيه من الاتجاه ده بيساوي الليمت الناجيه من اتجاه مين؟ تاني. يبقى الجزء الحقيقي بيساوي الجزء الحقيقي التخيلي بيساوي التخيلي. تعال نشوف احنا وصلنا من على الطريق الاولاني الجزء الحقيقي بيساوي يو اكس وهنا الجزء الحقيقي بيساوي الفي واي. يبقى عشان يبقى القيمتين واحده يبقى لازم يو اكس بيساوي الفي واي. ليه؟ لازم. وايه تاني؟ لو جينا الجزء التخيلي الجزء التخيلي في اكس بيساوي سالب يو واي اللي هو الشرط التاني. وبالتالي لو ادانا قبل التفاضل يبقى لازم يو اكس بيساوي في واي ويو اي بيساوي ايه؟ سالب في اكس والاف داش بيساوي ايه؟ كلام احنا كتبناه وتمشي الدنيا يمشي الدنيا. وما فين ديفرنشبل حاجه زي كده؟ هو انت تقدر تعمل الكلام ده من غير ما تكون اليو والفي ديفرنشبل؟ ما اقدرش اعمله. وبالتالي انا كل شغلي ان اليو والفي ديفرنشبل. وبالتالي بقى لو حصل العكس هيبقى النقطه دي مهمه ان لو اليو والفي دول ديفرنشبل والشرطين دول متحققين يبقى الداله ديفرنشبل عند نقطه زد واجيب الاف داش بالشكل ده. لو عندك اي سؤال اساله قبل ما نخش في التطبيق بتاع النظريه دي. نبقى اولا اثبات النظريه مهم. ليه؟ لان احنا ما بنثبتش كتير في الكومبلكس اناليسيس، ما بنثبتش حاجات كتير. فبننقي حاجات كده عشان الطالب يعرف الاثبات في الكومبلكس اناليسيس شكله ايه. لو جه واحد بقى شاطر في الكومبلكس وجه في التخصص بتاعك واستخدم الكومبلكس في ماده من المواد بتاعتك زي المجالات او بالنسبه لنا فلويد ميكانكس في الميكانيكا او القصه دي يبقى عارف الاثبات ده بيتحرك ازاي؟ بيمشي ازاي؟ هو بيعمل ايه؟ كلها قريبه من اللي انا بعمله ده. فادالك بس عينه عشان تعرفه والباقي باقي الاثباتات مش علينا. وبالتالي الاثبات اللي عليك بس اللي انا بثبتها لك على السبورت. اكتر من كده مش عارف. واضح؟ لو عندك اي اسئله في المحتوى بقى اي افكار. انا ممكن تاني يعني بالراس ايه هو سالب هو انا يا باشمهندس انا قلت لك الدلتا زد بيساوي دلتا اكس زائد اي دلتا واي، هل في مانع ان الدلتا اكس تاخد اشاره سالبه؟ ناقص 1/10 هقول دلتا اكس ويساوي ناقص 1/10، دلتا واي ويساوي ناقص 1/10، كده معناه انا هتحرك على محور واي بس. يعني يهمني الدلتا اكس بصفر والدلتا واي هتصرف نفسها تاخد الاشاره بتاعتها. من الناس بالسالب هتبقى بالسالب بالموجب هتبقى بالموجب وخد بالك الاثنين ما يفرقوش. لو انا كنت على محور واي بعض الدوائر خد بالك بس ما يعني انا بتحرك على محور واي اللي فيه دلتا اكس بيساوي زيرو ما تفرقش معاه. لكن طبعا لو انا بستخدم في دوال معينه لو اتحركت على الواي بالموجب غير ما اتحرك على الواي بالسالب. لكن انا عشان اثبت نظريه عامه دايما بقول ايه انا في الامان عشان ما تقلش على راس الامور. بقف هنا وبروح عند الاصل يقول لك الليمت من اليمين والليمت من الشمال. بقف على اكس الموجب واروح عند الاصل. هنا في دلتا اكس وهنا دلتا واي. العكس بيساوي صفر هنا والعكس بيساوي صفر هنا. كملي الاثبات كملي الاثبات. لو انت رحت الاتجاه الثاني بقى هتلاقي ان دلتا واي بقت في المقام بالسالب ولما هقعد في الداله نفسها بالسالب وتشوف الدنيا هتمشي ازاي. لكن طالما الليمت دي موجوده تروح من السالب تروح من الموجب تحسب دلتا اكس موجبه دلتا اكس سالبه كله لازم يديك نفس النتيجه وهتوصل لحاجه زي كده هنا وحاجه زي كده هنا وتساويهم ببعض تطلع بكوش ريمان ايكويشن. بس برافو عليك. يعني هنا ما تفرقش ان الليمت موجوده. انا كان ممكن عشان يعني اضيعك قلت لي اعمل دلتا واي بالسالب اقول لك بلاش كده انا اروح من الناحيه الثانيه. وهسميها برضه دلتا واي. ما هو قال لي ما تدي يعني انت لما تقول اكس الاكس دي لو ساوت 5 ما هيش اكس هي اكس. طب ولو ساوت 5 هي اكس هي اكس برضه. فلما اقول انها اكس في المساله بتاعتي بتحتمل الموجب والسالب والزيرو والقصه كلها. ماشي يا باشمهندس؟ اي اسئله؟ شباب هنطبق وهنسال وهنعمل شغلانه كبيره. ماشي الحال. دلوقتي سهلت لي الدنيا وعلى فكره كده بقى الكومبلكس ده يبقى سهل من هنا.
لا ليميتس ولا حاجه، كل الحكايه بطبق الكلام ده واكون مركز بيوقعني فين في الدوال يو في هما ديفرينشبل ولا لا، بنساها دايما وعيني على كوش ريم اتطبقت خلاص الدنيا تمشي. هناخد كده بقى مثال عام لما لنا الايه مجموعه الامثله اللي على الحكايه دي، هنطلع او هناخد داله غير قابله للتفاضل عند اي نقطه ونشوف ممكن اشبهها ايه ازاي، وداله قابله للتفاضل عند نقطه واحده ونشوف اشبهها اخبارهم ايه، ونشوف داله قابله للتفاضل على خط مستقيم او على منحنى بس شكلها هيبقى عامل ازاي، وداله قابله للتفاضل على المستوى كله، يبقى الاربع اصناف عندنا والشغل زي بعضه كوش ريمان والدنيا بتمشي وما عندهاش ابدا اي مشاكل. واي مساله تجيلي اقدر اتصرف بالشكل ده، اي مساله تجيلك يقول لك شوف الداله دي قبل التفاضل فين، تعمل الخطوات الاساسيه اللي احنا قلنا عليها وهتطلع نوع من ايه من الاربعه اللي قلنا لك عليهم. طبعا لو مش منتصره لسه هتبان الشغل بتاعنا هو هتمشي ازاي. يبقى دلوقتي احنا فاهمين انه اهم علاقه عندنا هي لحد دلوقتي كوشريم كويش، ولازم اخد بالي من الاتصال يعني الدوال يو في قابلين للتفاضل ولا لا. عنوان الامثله اللي جايه كلها عنوان واحد عشان ما نوجعش دماغنا، او كل النقط اللي الدوال الاتيه قابله للتفاضل عندها، او كل النقط في المستوى المركب اللي الدوال الاتيه قابله للتفاضل عندها. يبقى المثال فاين اول فويس اد ريتش The form. Function. R. Vision. عاوز كل النقط اللي الدوال الاتيه قبلها هضربها. أول مثال. A. F of Z بيساوي Z من G. ده احنا عارفين أرما عشان أقول لك الكلام ده بيطبق ازاي. طب دي قبل تفضل فين؟ ولا عند اي نقطة. طب خلاص خالص. طب ورينا كده الحاجات بتطلع ازاي كده. الاف اوف زد يوز الاي بي. لما هشتغل كارتيزي. طب احيانا بتضطر للبور، احيانا بنضطر للبور. خلينا في الكارتيزي، لا ما نحطهاش غير كارتيزي. نشوف الدنيا ماشية ازاي. زد كونجيجيت اكس سالب اي واي. بالبساطة. يبقى اليو اكس اليو بيساوي ايه؟ اكس والفي بيساوي ايه؟ اوعى تنسى السالب، السالب دي تقلب لك المساله من زد كونجيجيت لزد، وزد قابله للتفاضل في كل مكان، لكن زد كونجيجيت مش قابله للتفاضل في اي مكان، يعني قلبت لك النتيجه بالاشاره، عشان كده الكومبلكس وانت بتشتغل في تذاكر او تمتحن تنام كويس ظبط نفسك شارب شايه 24 قرارات عشان الاي تتنسي في المقام الاي تتنسي في البسط بيغير لك المساله من دومين لدومين ثاني خالص من خواص لخواص ثانيه خالص. جميل ما عليك. يبقى هنا ناقص سؤال وفهمنا اللعبه كويس. اول سؤال الدواله دي متصله كريال فانكشنز ولا لا؟ انا بقول الدوميات تبقى متصله يبقى الدواله دي متصله ماتش حاجه عادي، لكن لو مش متصله اقول خد بالك الدوال دي مش متصله على نقطه الاصل. يبقى لما اجي اقول الداله دي قابله للتفاضل فين؟ اشيل من فين نقطه الاصل لان الدوال مش متصله عندها. هنشوف المثال خلاص كده. يا ترى يو اكس بكام؟ 1 طب ويو واي 0 طب والفي اكس 0 والفي واي بيساوي سالب 1. كوش ريم بيقولوا لي ايه؟ خد بالك كل الدوال اللي عندي هنا برضه متصل، ها الواحد والزيرو والزيرو ناقص واحد الدوال الثابته والداله الثابته متصله. مفيش مشاكل في الاتصال. الشرط الاولاني خلص. الشرط الثاني هل يو اكس بيساوي في واي؟ ده بيساوي ده؟ واحد بيساوي سالب واحد؟ لا وده ما ينفعش. طب بيساويه فين؟ ولا عند اي نقطه. ما بيساويش خالص. عمره ما واحد يساوي سالب واحد. يبقى اذا ده ما يتحققش. عاش في اي مكان وبالتالي على طول كده ما كملش. كمل ليه؟ ما خلاص انا وصلت النتيجه. يبقى اف اوف زد بيساوي زد كونجيجيت از نوت ديفرنشبل اني وير. مش قابله للتفاضل في اي مكان. منين إيه خلاص؟ فرده من كوش ريمان
خلاص مشيت يبقى على طول الدنيا انتهت مفيش داعي ان انا اضيع وقت واكمل حاجه بلاش. طيب واضحه؟ ها واضحه كده؟ نجيب داله قبل التفاضل عند نقطه واحده. نقطه واحده. المثال بي ركز. لو قال لي اف اوف زد يساوي يساوي مقياس التربيع. ما احنا عارفينها. اف اوف زد يساوي مقياس زد تربيع. من اول خطوه طلع اليو في على طول عشان نشوف الدنيا شكلها ايه. اضرب ما هو يو زائد اي في اللي هم الاف اوف زد بيساوي اكتب هنا ايه؟ تربيع زائد اكس تربيع زائد واي تربيع. كويس؟ يبقى اليوم بتساوي اكس تربيع زائد واي تربيع زائد واي تربيع. معظم الناس بتقرا تقول بقى بس الواي دي شكلها كده تحدف على الفي فلا لو مفيش اي يبقى كل اللي هيطلع هو بتاع اليوم والفي بيساوي كام؟ يبقى اليوم عندنا بيساوي اكس تربيع زائد واي تربيع والفي بيساوي زيرو. شكرا. متصلين زي الفل مفيش اي مشاكل. طيب يا ترى اليو اكس بكام؟ اكس واليو واي مجموعة. طب والفي اكس زيرو. طب والفي واي زيرو. في الحكايه دي مش ترمي الاولاني ومش واخدين فيها ماشي الحال. بقى شوف كوش ريم امتى يو اكس بتساوي الفي واي؟ انا عاوز اشوف يعني معنى كده امتى 2 اكس يساوي زيرو؟ لما اكس بيساوي زيرو. ايه ده بقى؟ ايه الفرق ده؟ يعني مستوى نقطه خط المستقيم ايه اللي طلع؟ خط مستقيم اللي هو نحو الواي. هو حد يقول نقطه؟ النقطه دي انا بتكلم على الخط لان هو قاعد مش مركز وبيحل في الامتحان فيقول لك انا عاوز اجيب ضربتين فاقول له النقطه اكس بيساوي زيرو. لا هنا خلاص ها؟ لان مش نقطه ده عدد نهائي من النقط. الشرط ده بيتحقق على اكس بيساوي زيرو اللي هو محور واي بالكامل. انا بنقي الاخطاء اللي دايما بنقع فيها واحنا بنشتغل فاحنا بناخد بالنا من ده محور. طيب طالما احنا شاطرين كده حته صغيره لو انا بشتغل في الاكس واي زد سبيس اكس بيساوي زيرو ده ايه؟ مستوى مستوى واي زد تمام. لا بس صح. كويس نيجي بقى للشرط الثاني اليو واي بيساوي سالب في اكس امتى؟ اليو واي دي 2 واي وسالب اي يبقى بزيرو يبقى عند واي بيساوي ايه؟ زيرو. هو عند شرط اتحقق ولا الاثنين لازم؟ يبقى تقاطع الحليه ها؟ تقاطع اكس بيساوي زيرو واي بيساوي زيرو اللي هو مين؟ نقطه الاصل بس كده. يبقى اذا الشرطين دول معناها عند نقطه زيرو زيرو فالتقاطع بتاعها. واقول بقى اف اوف زد بيساوي مقياس زد تربيع از ديفرنشال اونلي بس ات زيرو زيرو بس. مش نقطه ثانيه. ويجي السؤال المهم الداله دي اناليتيك ولا لا؟ اناليتيك عند الزيرو ولا لا؟ لا لا. ليه لا؟ لانه مفيش جوار هو قبل تفضل عند النقطه لوحدها. طب فين الشويه اللي حواليها؟ مفيش شويه حواليها يبقى مش اناليتيك خالص عند الايه؟ زيرو. بس قبل التفاضل عند الزيرو مش كده؟ طيب خلاص الداله دي خلاص مفيش امل خالص الكونجيجيت دي مش تبعنا مش كده؟ طب احنا عاوزين داله بقى تكون قبل التفاضل كده على ايه؟ على خط او على منحنى او على خطين او مجموعه من النقط يكون على الدايره خط الدايره بس او كده. هل الدوالي دي موجوده؟ موجوده. صنع داله ها او موله يعني بحيث انها تديك اللي انت عايزه. طب تعالى نعمل واحده ونلاقيها مثلا قبل التفاضل على خط مستقيم. المثال سي. طيب الاف اوف زد الجديد عباره عن ايه؟ اف اوف زد بيساوي قال لي هاخدها كده
اكس تربيع زائد اي في 2 اكس 1 فقط. ده القسمه اللي هو عايزها. ده في زد ماشي، ده في زد كونجيت ماشي، ده في الاكس ماشي، ده في الواي ماشي وحر. انا بقى اعرف اطبق شغلي على الكلام بتاعي. ايه شغلي؟ اول حاجه اجيب اليو والفي. دايما مكان الاف والزد طالما شغل كارتيزيان يو وفي. ودول هم شغلي في الديفرنشاليتي اساسا، هم الدالتين دول. فدايما بحط يو وفي عشان اطلع اليو والفي اللي هم معرفه دلالتهم ايه؟ كوشي ريمان ايكويشن. طب هنا يبقى اكس تربيع زائد اي في 2 اكس 1 يبقى على طول اليو يساوي اكس تربيع. طيب والفي بيساوي 2 اكس 1 خلصنا. بولينوميالز بولينوميالز ده دوره متصل. مش عارف اعمل ايه. يهمني اليو اكس تطلع 2 اكس، واليو واي تطلع ب 0، والفي اكس تطلع 2 واي، والفي واي طيب. طب يا ترى يو اكس بتساوي الفي واي؟ اه والله الـ اكس بتساوي 2 اكس، فين عند كل النقط؟ هي النقطة 2 اكس بتوعها بيساوي 2 اكس بتوعها، ها؟ بيساوي بعض، ها؟ لكل زد. طب يا ترى يو واي بتساوي سالب في اكس امتى؟ لما 2 اكس بيساوي لو اليو واي اللي هي 0 بيساوي سالب في اكس لما 2 واي بيساوي 0 يبقى واي بيساوي كام؟ ده مين؟ نحو الاكس. يبقى على طول ده الاكس اكس. الداله دي ده بتحقق على طول وده على الاكس اكسس بس. يبقى الداله دي ديفرنشال على الاكس اكسس بس. يعني دي على طول كده ديفرنشال ديفرنشال اوف اكس اكسس 1. مفيش خطوط ثانيه، مفيش نقط ثانيه. سؤال بقى مهم، لو قال لك انت بتقول انها ديفرنشال على اكس اكسس، طب هات لي بقى الاف داش اوف زد عند النقط دي. مش انت بتقول انها قبل التفاضل ولا بعد التفاضل؟ اه ده كان بيقول لي يو اكس زائد اي في اكس، كان بيقول لي كده. طب اليو اكس بكام؟ 2 اكس زائد اي في اكس. يعني يطلع 2 ثاني زد، بس مش اي زد، الزد اللي موجود على مين محور مين؟ طب ما انا ممكن اقول ان الواي دي بزيرو زي ما طالع هنا، وبقى التفاضل 2 اكس ده بيوجع دماغه ويفهم ان انا مش فاهم ان هي 2 اكس. يفهم ان هي فاهمها 2 زد، لا هي 2 زد ده على محور اكس، 2 زد اللي على محور اكس، وعلى محور اكس زد بيساوي ايه؟ بيساوي اكس. يبقى اذا الاف داش هنا بيساوي 2 اكس. عند نقطة الاصل يبقى التفاضل بزيرو، طب عند نقطة واحد يبقى التفاضل باثنين، طب عند نقطة اكس بيساوي 5 يبقى التفاضل ب 10. طب اتحركنا على محور اكس فوق او تحت مفيش تفاضل. واضحة؟ ماشي حل؟ نعم. الحتة الأخرانية بقول لي هات الاف داش عند النقط اللي ده قبل التفاضل عندها. هقول له ده الاف داش بيساوي يو اكس على اي بي اكس. القانون بيقول كده. اليو اكس بكام؟ 2 اكس حطيتها. اي في اكس اهو زائد اي ها 2 و. طب انا عندي النقط دي الواي بتاعها بكام؟ زيرو. يبقى دي ملوش لازمه عندي. يبقى التفاضل بتاعي عباره عن 2 اكس. سيبوا 2 اكس. ايه معناها؟ ان اي نقطه على محور اكس عاوز تفاضل عندها اجيب الاحداث اكس بتاعها واضربه بكام؟ 2 بس. طب طلعت على محور اكس ما عنديش تفاضل اصلا. ماشي حاجة؟ سؤال بقى مهم، الداله دي تحليليه فين؟ تحليليه فين؟ ضرب اي نقطه ملهاش جواب. الراجل بيقول لي هي قبل التفاضل فين؟ على محور اكس بس. ده حط ايدي على اي نقطه قبل التفاضل عن ده اهي مثلا
فين الجوار بتاعها؟ الجوار لازم ناخد ايه؟ شويه من تحت وشويه. ودول ده لما يشخبط التفاضل عندهم يبقى اشتحاليه في اي مكان، اشتحاليه في اي مكان. لكن قبل التفاضل على محور اكس بالكامل. واضحه؟ اي اسئله؟ جميل. طيب المثال بقى الاخير هنعرف برضه المساله التقليديه بتاعتنا زد تربيع عشان نبين بس، وبعدين نشوف كده نجيب زد اس ان نعملها ازاي. هنلاقي نفسنا بنعاني ونسال الكومبلكس حل لنا المشكله، حلت المشكله على طول. يعني مش بنزل مجهود في الايه؟ في زد اس ان. ازاي؟ خلينا بس المساله بتاعتنا الاول في المسألة دي. لو خدت ريت اوف زد بيساوي زد تربيع. عم الدالة دي خلاص عرفت الدبليو والفي زهقنا منها خلاص يا سيدي. ما هو اليوم بيساوي اكس تربيع ناقص واي تربيع، والفي بيساوي 2 اكس واي زي ما انت عارف. وهتبقى ديو اكس بيساوي 2 اكس، وديو واي بيساوي سالب 2 واي، والفي اكس بيساوي 2 واي، والفي واي بيساوي 2 اكس زي ما انت عارف. كلهم باللوجرز كلهم متصلين، ما عنديش مشاكل. طيب امتى يو اكس بيساوي في واي؟ وكانك بتسال امتى 2 اكس بيساوي 2 اكس؟ امتى؟ على طول عند النقطة. وامتى يو واي بيساوي سالب في اكس؟ امتى ناقص 2 واي بيساوي ناقص 2 واي؟ على طول. يبقى العلاقات متحققة عند كل نقط في المستوى المركب، يبقى الدالة قبل التفاضل في كل المستوى المركب تبقى طيب طيب برافو. يبقى يو اكس بيساوي في واي، ويو واي بيساوي سالب في اكس فور اول زد. يعني ده بتقول كده لكل المستوى المركب، او اون زد بلين، او ان زد كومبلكس بلين، او اي حاجه، اي تعبير تقول له ها على الحته كلها. وبالتالي اف اوف زد بيساوي زد تربيع از ديفرنشبل افري وير، او تقول له انتهى الفانكشن فهمت وعارف اللي تقصد ايه. انتاير فانكشن يبقى هو عارف اللي تقصد ايه. واضحه؟ الشباب معانا؟ اي اسئله؟ ها؟ اسال انا. الاف اوف زد بيساوي زد اس ام، حيث ان اكبر من او يساوي واحد. ممكن تكون 10، ممكن تكون 20، انت ونصيبك بقى. يعني ممكن هو ما يسيبلكش ان كده ويقول لك لان دي 10. تعمل ايه؟ ها؟ مين اللي بيقول بولر؟ ها؟ البولر بينقذك على طول. ها؟ ازاي؟ لان انت لو جيت هنا قلت اكس زائد اي واي اس ايه؟ اس 10 مثلا او اس او اس ان، هتضطر تعمل ايه؟ تفك طبق الباينوميال. ايه يعني اكيد هتقف بص. ملاش حل. واذا ما وقعتش هتعملني مثلا بعد فتره. ليه؟ لانه هشوف بقى الاي واي دي اسها كام؟ فردي ولا زوجي؟ هيبقى فيها اي والاس ده كام؟ هتبقى زائد ولا ناقص؟ القصه مالهاش معنى. حل البولر خلص لك المساله على طول. طيب ما انا مش عارف كوش ريمان ايكويشنز في البولر كوردينيتس. هي لها اثبات؟ اه. البولر كوردينيتس اللي هم يا باشمهندس هم مين؟ الار والسي. وانا بنشتغل دلوقتي بمين؟ بمين؟ بالاكس والواي. عشان احول حاجه من اكس واي لار وسي او العكس بستخدم ايه اللي بربط بين اليو اكس واليو ار؟ طب ده بتتم من الاول التشين رول يا باشمهندس. من اقوى الادوات عندنا، واصلا سعر الضرب ده رقم ركيم فيه التشين رول، عشان نربطها بين الاحداثيات. ازاي احول من اكس واي لار وسي؟ تشين رول. ما اكس داله في ار وسيتا والعكس. فعلى طول استخدم التشين رول عشان اعمل الحكايه دي. مهمه واداه قويه، واعرفها واتمرن عليها. يعني انا في مسائل بالتشين رول جميله طلع لك حاجات انت ما تتخيلش انها موجوده اصلا. تحل لك مشكله في خطوه واحده. كل اللي احنا بنعمله ده خطوه واحده بس، مديها لك الدكتور مجدي في كتابه، مديها لك تمرين عشان ما تستخدمهاش، لان هتوفر عليك كل الشغل اللي احنا بنعمله ده، واحنا عاوزينك تتدرب عليه. تمام؟ فهي في التمرين عندك، لكن مساله عشان كده ما ينفعش تسال نتيجتها، سيبها لك طبعا مش هقول لك عليها، لكن هنشوف ازاي الفكره بتاعت التحويل بس،
وازاي نستخدم الكوش اليمن في البولر كوردينيتس عشان يسهل لنا المسائل اللي زي دي. الكوش اليمن اكويشنز عندنا نقول x يساوي في y ونقول y يساوي سالب في x، وعندنا ال x وال y ال x يساوي ساين ثيتا و y يساوي ساين ثيتا والعكس، الضرب يساوي ب تربيع ال x تربيع ال y تربيع، طبعا نصفهم القصه دي. اقدر احول البولر بالشكل الاتي: u r يساوي 1 على r v c 1 واحد على الار يو سيتا بيساوي ناقص في هما بالظبط زي الاكس والواي. خد بالك كده من الناحيه اللي فيها سيتا بقسمها على الار والناحيه الثانيه زي كل الاشاره بتاعت الموجوده عندك في المعادلات الاصليه وكل حاجه زي ما هي، بس اخد بالك من حكايه الناحية اللي فيها المشتقة الجزئية بالنسبة لسي تقسيمها على ار، اللي يقول لي ليه يبقى شاطر؟ طيب الأول اف داش اوف زد في الحالة دي هتساوي ايه؟ ركز الأول يو ار زائد اي في ار في اي بص ناقص اي سي، هي كده بالاسباب تشيل رول بتطلع يو ار زائد اي في ار اي اس ناقص اي سي. نرجع للسؤال الاصلي بتاعنا، مش فاضي معانا؟ اه معانا الاف داش يو ار زائد اي في ار اي اس ناقص اي سي. ليه بقى بنقسم الناحيه اللي فيها في سيتا او يو سيتا على ار؟ بالنسبه لسيتا الارك بتاعها ثابت، فبينزل لما بيشتق بالنسبه لار الارك بيروح. هو الاجابه طبعا الصحيحه، الاجابه الصحيحه ان بيطلع بالنسبات، انا مالي لما اطبق الاكشن هول يطلع كده وانا جبت كده، لكن ممكن ابرر بقى لما اقول بارشال يو باي بارشال ار وبارشال يو باي بارشال سي. اليو ما علينا منها، طب الار وحداتها ايه؟ الار وحدتها طول، وحده طول ها. طب والسيتا راديان، والراديان ده مش وحدات، زاويه بالراديان عباره عن ايه؟ طول قوس على نص القطر، فطول على طول راحوا مع بعض ما عنديش وحدات. وعشان الوحدات تتزن، عشان تفتكر الحكايه دي، لما اقول بارشل وبارشل ار هنا بارشل باي بارشل سيتا دي ملهاش وحدات ودي لها وحدات طول، عشان يتزنوا مع بعض ها بيبقى فينا واحد على ار وبيطلع من اثبات طبيعي. لكن عشان ابرر بس عشان افكر نفسي لما فاضل في ناحيه بالنسبه لسيتا يبقى لازم يكون في واحد على ار بيطلع من الشغل لوحده من الاثبات، بس انا اكون فاكر يعني انا لما فاضل مرتين اهو اسم على ار تربيع ها معادله لابلاس هتلاقي في واحد على ار تربيع في الترم اللي فيه بارشل والبارشل سيتا تربيع في واحد على ار تربيع، وده عشان يعمل اتزان الوحدات، وده بيديك معلومه ان الرياضه ما تضحكش عليك. يقول لك دي ما لهاش وحدات، لا وحدات واشتغل وخلص، لا ما تخلصش. لو اشتغلت الرياضه صح كل حاجه هتتظبط وكل حاجه تمشي حتى من غير انت ما تفكر. لما تطلع العلاقات دي ما تفكرش ايه هنا ار، لكن عشان احنا ما اثبتناهاش وتقول والله هي واحد على ار جنب اليو ار ولا جنب البي سيتا، لا تعرف خد بالك الناحيه اللي فيها تفاضل جزئي بالنسبه لسيتا تقسمها على ار. اللي يهمنا في الموضوع ده بقى الشين رول موجود عندك في الكتاب وبالتفصيل، وانا في الترم الاول بديها مثال للطلبه بتوعي عشان اعرف ان انا هحتاجها في الكومنتس، لكن اثباتها مش علينا، احنا عدينا الاكشن رول وعدينا الصفه وخلاص. عاوز تقراها لنفسك اهلا وسهلا، مش عاوز تقراها وتعرف تطبق عليها كتر خير، يعني هي مش مطلوبه منك
لكن لو عندك شغف انك تعرف يتعمل ازاي عندك في الكتاب الاسباب بتاعها. المثال الشهير بتاعها اللي احنا قلنا عليه، لو حبينا ندرس الداله اف وزد يساوي زد اس ام، لكن عندنا في الكومبلكس يعني كل مثال يحركني من مكان لمكان وبولر. ايوه ما هو ده الكومبلكس بقى، يعني بتنقي الطريقه اللي تسهل عليك الامور، وعشان كده بقى تحل مسائل وتشوف كويس ويبقى عندك خبره ماشي ايه الطريقه واي مساله تطبقها عليه. الاول تختار الملعب اللي هتلعب فيه، كل ملعب له قوانين وله شغل ويحل مسائل معينه بسهوله. طب انا من ملعب لملعب بتبقى الامور صعبه مش. اخد اف اوف زد يساوي زد اس ان، وباخد الان اكبر منها يساوي واحد، وبعد شويه هنسالك بقى لو الان اقل من الزيرو ايه اللي هيحصل؟ ما ندردش في الحته دي، لكن نشوف حاجه دلوقتي. طيب انا عاوز اشوف الداله دي قبل التفاضل في ايه؟ اه خلاص دي انا عارف في المحاضره ولا في السكشن وفي الكتاب وكل الدنيا سلام على البورد، يعني ماهيش فقط ان انا اروح للبولر لوحدي، لا اتقال لك اهو المسائل دي البولر افضل حاجه فيها. فيبقى عندي يو زائد اي في، ليه؟ لانه ما زالت دي شغاله باليو والفي، فاشتغل مع الاف وزد بالكارتيزيا زي ما كنت زمان. لكن هنا اقول الكلام ده بيساوي ار اي اس اي سيتا اس ان، امال فين الارجيومنت والاي كابيتال واسمه؟ لا انسى دلوقتي الارجيومنت اللي هو السيتا اللي انا بعتبرها دلوقتي، لو انا بشتغل في مساله مطلوب فيها الارجيومنت ايه كابيتال بحطها بالاي كابيتال، مطلوبها باسمه، لكن هنا لا انا عاوز سيتا كفاريبل بتاع مين؟ بتاع البولر. ها؟ اه في بعض المسائل يبقى، في بعض المسائل يبقى لا، انا دلوقتي بشوف الداله قبل التفاضل فين، فبحط سيتا كده عامه ما بشغلش بالي هي دي ولا دي، لا في المساله دي مش مهمه التصميم اصلا. طب نكمل. طب ما هي معناها ار اس ان اي اس اي ان سيتا، عاوزه وي اس اي ان سيتا اويلر معروفه، طب ما نفكها، يعني الكلام ده هيساوي ار اس ان كوساين ان سيتا زائد اي ار اس ان ساين ان سيتا، وبالتالي بقت اليو هتساوي ار اس ان كوساين ان سيتا، والفي بتساوي ار اس ان ساين ان سيتا، والدنيا مشيت وما عنديش مشاكل. اول سؤال، انا عندي مشاكل هنا، لو عندي الكوساين والساين دول محترم ما عندهمش مشاكل، اخاف من مين؟ من الار، ان الاس بتاعي يبقى ايه؟ سالب، هيبقى واحد على الار مثلا، او واحد على الار تربيع، ممكن ان بيساوي، وبالتالي هيبقى عندي زيرو في المقام، يبقى استبعد النقطه ار بيساوي زيرو، اللي هي نقطه مين؟ الاصل. شوف يا شباب، كل نقطة في المستوى المركب لها ار وسيتا الا نقطتين، الا نقطتين اللي هما ايه؟ اللي هما الاصل، نقطة الاصل ملهاش ار وسيتا، ونقطة ما لا نهاية. طب خلينا في نقطة الاصل وبعدين نتفصل في الثانية. هي نقطة الاصل معرفة بايه؟ بار بس، ار بتاعها بزيرو، والزاوية بتاعتها مش معرفة، ده نقطة الأصل إيه؟ زيرو زائد أي زيرو. أجيب الزاوية إزاي؟ ما أعرفش، أيوة مش مفهومة أصلاً. آر بتساوي زيرو دي نقطة الأصل وخلاص وخلصنا. ماشي حال؟ طب ونقطة ما لا نهاية هي نقطة؟ آه، إحنا عندنا في الكومبلكس نقطة ما لا نهاية نقطة واحدة. ها؟ كل اللي ما لا نهاية دي نقطة واحدة. طب الآر والسيتا بتاعها كام؟ ملهاش سيتا زي نقطة الأصل بالظبط، بس لها آر بكام؟ بما لا نهاية. طب وليه العذاب ده؟ بنحتاجها في الكومبلكس. فين لما نيجي ندرس داله زي كده دبليو بيساوي واحد على زد، نقطه الزيرو هنا تروح فين هنا؟ لما نهايه اللي انا شايفه طلعت اللي انا بعتبرها خيال. طب نقطه ما لا نهايه تروح فين؟ للزيرو. فهنا بعتبرهم نقط اعوض بيهم، وفي شغل يقول لك انها نقطه واحده وكده، مش عاوزين ايه نطلع في العالي، خلينا احنا زي ما احنا كده. نقطه الزيرو لها ار بس وملهاش زاويه وارها بصفر، ونقطة ما لا نهاية لها ار برضه وملهاش زاوية، والار بتاعها بكام؟ ما لا نهاية، دي ما لا نهاية. وبالتالي لما الار دي تنزل تحت، انا مش هم الزاوية بقى. خلاص لما الار نزلت تحت يبقى ار بيساوي زيرو، ما ينفعش، ار بيساوي زيرو بتاع نقطة ايه؟ نقطة الأصل. يبقى عند نقطة الأصل الدالة دي غير قابلة للتفاضل، الكلام ده لو الار نزلت فين؟ نزلت تحت. ماشي حال؟ تمام، خلينا بقى في ار فوق دي، عشان كده قال لك هنا ان اكبر منها يساوي، يعني دايما عندك الار اس موجب. فانا مش قلقان منها، يبقى الدوله دي متصله ما عنديش مشكله. يهمني ايه؟ هنا؟ اه والله ده انا عاوز يو ار ويو سيتا وفي ار وفي سيتا. اجي من المره اللي فاتت مفيش فرق.
يا ترى اليو ار هتساوي ايه؟ ام ار اس ان ناقص واحد كوساين ان سي. طب واليو سيتا برضه بتساوي ار اس ان ساين ان سيتا وعندي ايه؟ سالب وعندي ايه؟ ام. يبقى سالب ام ار اس ان ساين ان سيتا. تفاضل عادي خالص ما كنتش بشرح في الترم الاول. طب الناحيه الثانيه هيديني في ار بتساوي ان ار اس ان ناقص واحد ساين ان سيتا. طب والفي سيتا هتساوي ام ار اس ان وساين ان سيتا. وتعالى نشوف يا ترى دي بتساوي واحد على ار في دي امتى او فين؟ ها ده بيساوي واحد على ار في ده فين؟ ده رقم على طول على طول. ليه؟ لان ان هي الام ولما اقسم على ار هنا بقى ايه؟ ار اس ان ناقص واحد اللي هي دي وكوساين ان سيتا هي كوساين ان سيتا. يبقى عند اي نقطه في المستوى المركب كلهم جميل. طيب امتى ده لما اقسمه على ار يساوي سالب ده؟ السالب هنا على طول كده على طول برضه. يبقى اذا العلاقات بتحقق الحاله دي ان اكبر من يساوي واحد عند كل النقط الموجوده في المستوى المركب. يبقى على طول اف اوف زد يساوي زد اس ام ان اكبر من او يساوي واحد از ديفرنشبل افري وير في كل مكان. يبقى اف اوف زد بيساوي زد اس ام وان اكبر من او يساوي واحد ورا ايه؟ طيب نوع ريجولار تايم. ها اعلى شويه تايم تايم. برافو تايم. مش محددها بالان اكبر من سبعه كده؟ لا ما هو هيجيب لك واحده منهم اي واحده فان ان تايم اكبر من سبعه واحد ان تايم. يعني ايه؟ يعني زد ان تايم لوحده وزد تربيع كمان ان تايم وزد تكعيب ان تايم وزد اس 100 ان تايم وزد اس مليون وانت كلهم ان تايم والتجمعات بتاعتهم انتاير برضه، الضرب الثابت في واحده زي الثانيه انتاير، ليه البولينوميالز يعني، انتاير فانكشن. ها اي سؤال؟ اي سؤال؟ جميل، انا اخد بقى ايه اللي بيساوي زيرو؟ ما ده اللي بسأله تاني، لو ان بيساوي زيرو، يا شباب، لو ان بيساوي زيرو، ده يا جماعه اللي قدام، ان بيساوي زيرو، ايه الحل؟ وهو بيشوف الدالة قبل دي قبل التفاضل فين هقول له ايه؟ هي بقت واحد اف او زد بتساوي واحد دالة ثابتة تريفيال ها؟ فكنت اليوم بتساوي واحد يعني لو مشيت الخطوات بتاعتنا يعني وفي بتساوي زيرو هتبقى كل التفاضلات بزيرو كلهم بيساووا بعض في كل حتة والقصة دي. طيب لو الان سالبة ايه اللي طلع عندي في الكلام اللي انا قلته ده كله؟ تبقى اليو والفي ها؟ عند نقطة الأصل أخبارهم إيه؟ واحد على زيرو تمام؟ يعني مش متصلين عند نقطة الأصل. يجي لو الـ لو الـ لو الـ إن سالبة أول ما أكتب اليو والفي يو كذا أقول له فور زد لا تساوي زيرو ها لو لنا سالب ولما اجي هنا ما اقولوش افري وير بقى اقول له افري وير اكسبت ات زد بيساوي زيرو وما تبقاش انطير انطير تبقى ايه؟ ريجولار تبقى تحليليه انزل خطوه واحده بس هي ريجولار ماشي هي ريجولار ماشي بس انا بقول له ايه؟ اخرها تحليليه لان ده الانطير لو فقدت تفاضليه عند نقطه واحده نزلت من انطير لتحليليه على طول تحليليه فين في المجال بتاعها تمام؟ يبقى لو عندي ان اقل من الزيرو باشمهندسة يبقى اول حاجه اقول له الكلام ده صحيح لما ان ما يساويش زيرو لان الدوله مش متصله انا بقصد بايه الدوله مش متصله عشان التفاضليه واخلص شغلي واقول له افري وير اكسبت ازيد بيساوي زيرو واقول له اذا الداله داله تحليليه في المجال بتاعها وطبعا المجال بتاعها لا يحتوي نقطه الايه؟ الاصل بس ماشي الحال؟ طب لو مكسر يعني عاوز ينقص نص
طب زيد نص نص الاول بتساوي ايه؟ بلاش تفاضل، هنتكلم في التفاضل ده حاجه عاليه شويه، لا انا هجيب لك الدوال، زيد بتساوي نص نص بتساوي ايه؟ كنت بص دول تعرف تجيبهم؟ قول انا ما خدتهاش انت اديتها لي، احنا هناخدها ان شاء الله المحاضره الجايه. هناخدها المحاضره الجايه وداله عشان داله صعبه ومتعبه. شكرا يا باشمهندس ومبروك على الحته الجامده يعني، عشان داله صعبه ومتعبه هنتكلم فيها ايه على الطاير كده زي الليمس والكونتينوس، بس عندك حق سؤال مهم. سؤال مهم لو هي قلت لنا موجبه وسالبه بتاع وكاس اللي جبت منها ليه؟ عشان حته جامده هنتكلم عليها في المحاضره الجايه بس على خفيف. لانها شغلها. خش بقى في حاجه في الكومبلكس اسمها البرانش، البرانش فانكشن والكلام ده هو كلام لما بنتكلم في الدراسه العليا بيقف بياخدوا نفسهم يعني كلام عالي. شكرا يا باشمهندس. اللي ليك حق يسال دي بقى طب ليه ده عشان هي بتساوي كده؟ طب ما طالما انت تعرف يبقى التفاضل بتاعها ها ان زد اس ان ناقص واحد وعندي كل النقط. طب اجيبه منين؟ المفروض من العلاقه دي. طب اجيبه لنا مش كده؟ تعال نجيبه مع بعض. ازاي نجيب اف داش للداله دي؟ الباشمهندس اللي سال اف داش اوف زد هيساوي هعوض في العلاقه اللي هناك يو ار. انا افترض انك انت شاطر فعشان كده بكلمك بالسؤال. ها يو ار مش كده؟ فين اليو ار؟ ان ار ناقص واحد. ايوه هتبقى ان ار اس ان ناقص واحد كوساين ان سيتا. ها زائد اي الفي ار اهي برضه ان ار اس ان ناقص واحد ساين ان سيتا. شكرا يا باشمهندس. ساين ان سيتا اي اس سالب ناقص سيتا. برافو يا باشمهندس. تمام. انا كده بقى ايه؟ هقول الكلام ده بيساوي ان اقص ان ناقص واحد بره. فضل ايه؟ كوساين ان سيتا زائد اي ساين ان سيتا دي ايه؟ اي اس اي ان سيتا. ما ننساش بره اي اس ناقص اي سيتا. يعني الكلام ده هيساوي ان اقص ان ناقص واحد اي اس اي ان ناقص واحد سيتا لما يبقى عباره عن ان زد اس ان ناقص واحد. صح؟ اهي تمام؟ هاي دي من المسائل الصعبه تخش ليه معانا. تلاقي العمليه ماشيه سيستماتيك سهله كل حاجه زي ما عندناش مشكله. اي اسئله يا شباب في الجزء ده؟ اي اسئله؟ طيب اخر جزئيه شطر اثنين معلش انا بقى مطول معاك شويه لان الكلام ده كان يخلص بدري المفروض بس فاضل اخر جزئيه شطر اثنين نخلصها وده الرابط بين الكومبلكس اناليز والحياه العمليه تطبيقات فين؟ الهارمونيك فانكشنز. الهارمونيك فانكشنز دي اللي بيحتاجوها في التطبيقات عندكم من الكومبلكس اناليز او حته من الحاجات. ايه بقى الهارمونيك فانكشن؟ تعرفها وايه علاقتها من الكومبلكس؟ حته خد بالك انت لو حطيت بقى الدوال عندك كده وقعدت تشوف بقى انا عاوز اعرف شويه دوال انتاير تعرف تجيب كوبلكس 5 وكوبلكس 6 وكده والمونوميرز كلها بس عاوز اجيب دوال اناليتيك بس واحده على زد واحده على زد تربيع والقصه عايز دوال ريجولار اعرف اجيب عاوز يعني بقى ايه عندك شويه ولسه هنكمل ان شاء الله في المحاضرات الجايه وتعرف الكلام ده كويس وهتعرف تصنفهم بمجرد النظر لو انت بتذاكر لو انت بتركز زي الجماعه اللي بيركنوا وبيرجعوا. طيب ايه بقى الهارمونيك فانكشنز؟ الهارمونيك فانكشنز ببساطه كالاتي. الدالة اتش في اكس وواي هي ممكن تكون في اكس واي وزد اه بس انا عشان مش وانا كله في اكس وواي هناخد دي بس اتش في اكس وواي الدالة زي اليو في اكس وواي زي الفي في اكس وواي زي الاف في اكس وواي بس اما اتش ما زي كده از هارمونيك اون دي اف اتش x x زائد h y y بيساوي 0
يبقى هرمون لو ده حصل فضلها مرتين بالنسبه للاكس مرتين بالنسبه للواي اجمعهم على بعض يطلع الناتج بكام؟ زيرو. معايا اثنين يو اكس اكس يو واي واي بيساوي زيرو. دي بيسموها معادلة لابلاس. المفروض كنت يعني خدت اسمها في الترم الاول اسمها بس اسمها بس في الترم. اشهر معادله في الهندسه على الاطلاق تخش في المغناطيسيه الكهربيه في الميكانكس في الترانسفير في الاستريس في الاسترين كل فروع الهندسه تلاقيها على طول اول ما يبدا يتكلم عن حاجه يجيب معادله لابلاس ويحلها. واعتقد حلها في مع الدكتور محمد الجمل كامل. معادله لابلاس حل حل كامل ومعادله تفاضلات جزئيه طبعا في الجزء المناظري. لابلاس اكتشف. يعني اذا كل حلول معادله لابلاس هارمونيك هارمونيك فانكشن هي حلول معادله لابلاس والعكس بالعكس. وعشان تطبيقاتها في الحاله العمليه مهمه. فبقى فكوا فيها اتركوا مالها في نظريه بتفوت. ركز. اف اف اوف زد is analytic on D ZIM. طبعا F of Z هنفيها U زائد IV واليو ده لف اكس واي والفي ده لف اكس واي. اليو لوحدها is هرمون فين؟ on D والفي كمان هرمونيك عندي دي لوحدها هرمون ودي لوحدها هرمون كتير مالهاش حل تاني. واليو والفي بيسموهم الهرمونيك كونجيجيت فانكشن. ليه بقى؟ علشان اليو والفي اللي هم كونجيجيت يتجمعوا مع بعض عشان يطلع لي اف اوف زد يو زائد اي في تبقى اناليتيك. طب ما انا اجيب اي يو وفي هرمونيك واجمعهم مع بعض تبقى اناليتيك. لا لازم اليو والكونجيجيت بتاعها او لازم الفي والكونجيجيت بتاعها. ماشي؟ يبقى لو اداله اف اوف زد داله تحليليه يبقى اليو لوحدها هرمونيك والفي لوحدها هرمونيك. طب اليو هرمونيك دور على الكونجيجيت هات الاول وبعدين خد اليو زائد الاي في الكونجيجيت اللي انت جبته تبقى داله تحليليه. لكن لو جبت اي هرمونيك ثانيه لا ما تبقاش داله تحليليه لازم الكونجيجيت بتاعها. وعشان كده سموها كونجيجيت. والكونجيجيت ده غير الزيت كونجيجيت. الزيت كونجيجيت بتاع زمان ده موضوع ثاني. زيت بيساوي اكس اي واي الكونجيجيت بتاعها اكس راس اي واي. ده موضوع مرجع وكده خالص. لكن الكونجيجيت معناها هنا الداله دي تترافق مع دي عشان يعملوا داله تحليليه. مع اي داله ثانيه هرمونيك ما يعملوش داله تحليليه. يعني معنى كده لو اداني اليو لوحدها اعرف اطلع الفي واطلع الاف وطب لو اداني الفي لوحدها اطلع اليو والاف ولو اداني الاف والاثنين هرمونيك يبقى اذا ثلاث حاجات مرتبطين ببعض. الريال بارت من الاف والماجر بارت من الاف والاف نفسها. ادالك اي واحده منهم تقدر تجيب الاثنين التانيين. واليو والفي بتاع الاف اللي هاتك بنسميهم هرمونيك كونجيجيت فانكشن هرمونيك الاثنين. ها لازم الداله ورفقتها عشان تدي لك داله تحليليه. ماشي الحال شباب؟ طب اقول لك اثبت دي. هي دي برضه اثبات من الاثبات الايه؟ الظريفه على الماشي كده. اقول لك اثبتها خطوتين بس. تقول ايه؟ طالما الداله اناليتيك بتحقق مين؟ مين؟ الشرط بتاع الهرمونيك مش ليما. يبقى يو اكس بيساوي يو واي ركز ويو واي بيساوي ايه؟ سالب في اكس بشكل كبير. طالما هي تحليليه يبقى لازم ده يتحقق. هفاضل ده بالنسبه لاكس وفاضل ده بالنسبه لمين؟ يو واي. ايه اللي يحصل؟ يبقى يو اكس اكس بيساوي في واي اكس واليو واي واي بيساوي سالب في اكس واي. فضلت دي بالنسبه لاكس ودي بالنسبه لواي. اجمع اليمين على اليمين والشمال على الشمال. المفروض يدوني حاجه بتساوي حاجه. اليمين على اليمين يديني يو اكس اكس زائد يو واي واي بتساوي ده يروح مع ده زيرو. تفضل يديها هرمونيك.
طب لو قلت ان فيها هارمونيك اعمل ايه؟ اعمل العكس، افضل دي بالنسبه لواي عشان يطلع لي في واي واي هنا، وافضل دي بالنسبه لاكس واطرحهم من بعض يدي لك في اكس اكس زائد في واي واي بيساوي زيرو. تعال اعمل العكسيه تطلع على طول. يبقى اذا لو ادالك تحليه لازم ده يبقى هارمونيك. طب مين قال لك ان في واي اكس بيساوي في اكس واي؟ في متصلين وفي كل حاجه بالديفرنشال اكيد، طالما المشتقات متصله يبقى المشتقات الميكسد يساوي بعض، واي اكس بيساوي اكس واي زي ما خد السيفرال فاريبلز الدنيا كده. جميل. خلينا بقى في الحته الثانيه، لو اداني يو وعايز الفي او الفي وعاوز اليو تمشي ازاي؟ جيب لك ابسط مثال واسهل حاجه علشان تعرف الدنيا شكلها ايه، ولو عرفت المثال ده تحل اصعب مثال يجي لك. بس انا هسيبك تحله ازاي، احنا هقول لك الخطوات والفكره بتاعتك. السؤال بيجي هنا كان ادي يا شباب، بيقول لك انا اديك يو اثبت لي انها هارمونيك، وهات الهارمونيك كونجيجيت وهات الاف كداله تحليليه. بس يبقى المثال بيقول يو وهاخدها اكس تربيع على سوري تربيع بالمثال بتاع الحصر. طيب اول مطلوب شو ذات يو هارمونيك، ده اول ستاك. البي فاين هارمونيك كونجيجيت، السي او ياخد زي طبعا الداله دي لازم تطلع عن الاناليتيك فانكشن او جيت. الكونجيجيت بيحمل معنى، معنى ان اقول لك باشمهندس واللي جنبك انتوا مجموعه، فكل ما اكلمك بشغلانه اقول لك خد اللي فيها واعمله كذا، خد اللي فيها واعمله كذا، في واحد تاني هلاقه مع واحد تاني هو رفيقه برضه بس هكلمه بمهام اخرى. فكذلك الكونجيجيت بتاع الزد بيترافقوا مع بعض عشان يعملوا حاجات اكس بتساوي ايه دلوقتي زد وزد كونجيجيت واي بتساوي ليها قصه، وهنا بيترافقوا مع بعض عشان يطلعوا لي اناليتيك فانكشن. تمام؟ اما كلمه هارمونيك يعني ايه؟ كنت عايز اقصها المحاضره بتاعتك على قد المثال عشان ايه؟ تخرج الكورس بتاعك، مش مطلوب منك تعرفها في الكورس بتاعنا، لكن انت ليك مطلوب منك تعرفها علشان بنفسك انت. تعال نشوف خطوات الحل. انا عشان اثبت ان الداله دي هارمونيك اعمل ايه؟ اجيب يو اكس اكس ويو واي واي، لو كان عندهم مطلوب مساوي صفر تبقى هارمونيك، لو مش هو ما يساويش صفر مش هارمونيك وما لهاش بي وما لهاش اف وما كل اللي جاي بايظ. ها؟ طب يا ترى يو اكس بتساوي ايه؟ ويو واي بتساوي ايه؟ والله يو اكس بتساوي 2 اكس ويو واي بتساوي سالب 2. طب اليو اكس اكس هتساوي ايه؟ 2. طب واليو واي واي بتساوي ايه؟ سالب 2. طب لو جمعتهم تطلع بتساوي 0. يو اكس اكس زائد يو واي واي بتساوي 0، يبقى هارمونيك على طول وخلص. ده المفروض الاولاني. طب المفروض الثاني الكونجيجيت هما بيرتبطوا مع بعض عن طريق ايه؟ الكوشريما. هو ده اللي بيخلص الدنيا. تعالى نشوف. في طرق كتير عشان اجيبهم من بعض. اسالهم من وجهه نظر الاخر. يو اكس بتساوي الفي واي، يبقى الفي واي بتساوي ايه؟ انا عندي يو. عندي يو اكس بتساوي 2 اكس. يبقى 2 اكس. من هنا الفي نفسها هتساوي ايه؟ 2 اكس واي. ها زائد انا بفرض بالنسبه لواي زائد داله في اكس، اي داله في اكس؟ زائد اتش في اكس. يا ترى لو جبت الفي بقت عندي اقدر اجيب الفي اكس اللي هو المقابل بتاع ده، عندي في واي ها اجيب في اكس، لو كانت في اكس طلع في واي، فده بيساوي ايه؟ بفضل هنا بالنسبه لاكس اديني 2 واي زائد اتش داش اوف اكس كتيرين. طب الفي اكس بيساوي ايه؟ من شور كوش ريمان بيساوي ناقص يو واي، هيساوي ناقص يو واي اللي هي بتساوي ناقص الكلام ده اللي هي 2 واي.
ركز كده. يبقى ليش ان بيساوي ايه؟ زيرو. يبقى ليش داش اوف اكس بيساوي زيرو، ومنها الاتش اوف اكس بيساوي ثابت. يبقى اذا الفي اللي انا بدور عليها هي اللي هنا زائد الاتش اللي انا جبتها اللي هي كام؟ 2 اكس واي زائد ثابت. خلاص كده. طب هو عاوز الاف اوف زد. خلاص انا عارف ان الاف اوف زد، ركز كده، اف اوف زد يساوي يو زائد اي في. يساوي اليو عندي هو مديها لي اكس تربيع ناقص واي تربيع زائد اي في الفي. انا جبتها كام؟ 2 اكس واي زائد ثابت. بس هو عاوزها اف اوف زد، ما تسيبهالوش كده. طب تجيبها اف اوف زد ازاي؟ بقى خلاص يا عم، ما هي زد تربيع زائد ثابت. اه ماشي، هي بتساوي زد تربيع زائد اي في السي. بس المسائل المكلكعه شويه اعملها ازاي؟ لها طرق كتير. ها خدت منها واحده وناوي لك الثانيه دلوقتي. ازاي احول داله من اكس وواي لزد؟ عشان الاكس واحط الاكس زائد زد زائد زد انتجيت على 2، والواي واحط زد ناقص زد انتجيت على 2. اه بس انا ده ممكن الداله تبقى مكلكعه وبتاع. لا، في نصيحه غالية. تعالى في الداله دي شيل كل اكس وحط مكانها زد، اكس وحط مكانها زد، والواي بيساوي زيرو. دي كده طلع لك الداله اللي هناك. نجرب زد تربيع، ها زيرو زيرو اي سي تطلع على طول. ده شغلانه بسيطه، يعني كل ما زدت مدلة في اكس واي تقابلني عشان احولها من اكس وواي لزد، اشيل اكس واحط زد والواي واحط زيرو. لا، للدوله التحليليه بس، نظريه للدوله التحليليه بس. اول حاجه تثبت انها تحليليه. في الحاله دي تقدر تشيل الاكس وتحط زد، وتشيل واي وتحط زيرو، دي اف اوف زد مباشر. لكن الدوله مش تحليليه. لا، مش تحليليه ما ينفعش فيها الكلام ده. يعني في نظريه بتقول الكلام ده عالي عليك، ولكن خد ده نفذه. انت مصدقنا اعمل بيه وما عندناش مشكله، مش مصدقنا عاوز زيرو زيرو كل جديد اعمله هتطلع نفس النتيجه اللي احنا طلعناها. شكرا، ومعانا ان شاء الله السؤال الجاي.